طب فواتير الكهرباء والغاز يا فابيولا، هل الحكومة قادرة تسيطر عليها ولا وضعها ايه؟ يعني في انجلترا مثلا في زيادة 80%، انتوا وضعكم ايه؟ لا، بالنسبة للغاز مفيش زيادة. ليه؟ لأنه فرنسا من الأساس لا تعتمد على الغاز الروسي بدرجة، يعني تعتبر أقل الدول اعتمادا في من جيرانها على الغاز. ولكن حينما نتحدث على الكهرباء، الكهرباء زادت بنسبة 15%. كما ذكرتي، بالنسبة لكافة المباني سواء السكنية أو يعني غير السكنية اللي هي تكييف مركزي، تعودنا أنه أول نوفمبر كان أول أكتوبر مع تغير المناخ، بقى أول نوفمبر أن تكون درجة الحرارة المركزية 22، بدء من هذا الشتاء 19 فقط. الأماكن المنازل اللي هي التدفئة ليست مركزية، والتدفئة يعني موجودة ولكن تحصل الكهرباء، زادت 15%. يعني لازم نعرف حاجة كمان، إنه كل ما يصدر من زيادات لابد من عبارة هذه إجراءات أولية. يعني في زيادات أخرى، دي عبارة مهمة جدا، لأنه ده إجراءات أولية. ممكن جدا بعد شهرين ثلاثة 15 تصعدوا ل 30، ممكن بعد تزداد الأزمة لا نعلم ماذا سيحدث، لكن هذه إجراءات أولية لأن فرنسا كانت في وضع جيد. يعني ذكرت المظاهرات، الحقيقة المظاهرات لأنه مسألة مستفزة جدا، مسألة ضخ أموال بالنسبة لأوكرانيا مستفزة للمواطن الفرنسي، أسلحة وما شابه، وهناك أزمة طاقة، هذه الأزمة عالمية، هناك أزمة يعني ارتفاع في أسعار الغذاء وما شابه، ودي أزمة كبيرة. بيدي الناس أسلحة طبعا. نعم، ليه أزمة كبيرة عند المواطن؟ لأنه هو زي ما أنت قلتي انه فرنسا دولة النظام الحياتي الاجتماعي اشتراكي، ففي مساعدات من الدولة، حتى حينما ترتفع الكهرباء ستكون في جهات تدعم للأسر محدودة الدخل، ده زيادة على زينة الدولة، زيادة هذه المساعدات عبء. طيب في وقت هتوصل فيه الدولة تقول انا عندي مشكلة، ابتدي بقى ازود الضرائب، ابتدي ان انا ما اديش المساعدات، ابتدي اني انا يبقى في غبن على المواطن. يعني لما يكون انت عرضه انه يزيد العبء على خزينه الدوله، وفي نفس الوقت انا بدي مساعدات لحرب. نعم. يعني المواطن يعتبر انه احنا في غنى عن هذه المعركه.